أصدقائي المشاهدين في كل مكان، زي ما انتم شايفين احنا ورانا لوحة مش مجرد ان هي رسم. والنهاردة بيشرفنا نكون مع صديقي الأستاذ محمد، والراجل ده عمل شغل كبير قوي في مجال الحضارة والثقافة رغم بعده آلاف الأميال عن وطنه الأصلي العراق، إلا أنه ينطق هنا ويلون هنا ويتكلم هنا عن كل شيء يختص بهذه الحضارة الرائعة الضاربة في الجذور. ونتعرف معه على أهم معالم هذه الحضارة من خلال لوحات موجودة هنا في هذا المركز الجميل الذي يشاع دائما ثقافة ويشاع فنا. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك. طبعا حب نشكر أستاذ خالد على المقابلة الحلوة، وإحنا طبعا من جمعية مسويتين جروب، هي جمعية بلاد ما بين النهرين، تخدم الجالية العراقية بشكل خاص والجالية العربية بشكل عام. طبعا فتحنا على بقية المجتمع الكندي. نحب طبعا في مركز مسويتين جروب شيء يمثل حضارة وادي الرافدين، شيء بسيط رسمنا لوحات هون تمثل الحضارة السومرية، هي أقدم حضارة وجدت على الكرة الأرضية تقريبا 7000 سنة. تبدأ السومرية أولا، وبعدين الحضارة الآشورية، وبعدين الحضارة البابلية، وهي عشتار بوابة عشتار أيضا موجودة كهيئة بوابة عشتار في المركز. بعدين من نصعد في بوابة عشتار ننتقل إلى تقلنا إلى حضارة الدول العربية في آسيا وحضارة الدول العربية في أفريقيا. طبعا كلكم تعرفون القدس في فلسطين، هنا باب اليمن، الأردن، وهكذا ننتقل لأفريقيا، بعدين ننتقل إلى حضارة الدول العربية في أفريقيا. طبعا أعظم حضارة هي الفراعنة في مصر تقريبا 5000 سنة، وأيضا في تونس، المغرب. هذه الفكرة أن المسابتين جروب هي مهد الحضارات بالعالم، العراق ومعها الدول العربية. نحب نثبت وجودنا في كندا، لنا حضارة، لنا ثقافة، لنا تاريخ، نحب نشاركه مع المجتمع الكندي. عندنا كفاءات من الفن، الرياضة، الرسم، الموسيقى، ونحب تشاركونا في جمعيتنا، جمعيتكم هي أيضا. شكرا جزيلا. Thank you.